المدنيون في تعز لم يعودوا يؤملوا على الهدنة كثيرا، لم يعد لديهم أي تمسك بها، لكنهم مع هذا يأملون أن تحقق الهدنة خطوة أولى نحو السلام الذي يريدونه. الأمم المتحدة تقف موقف الخصم تجاه أبناء تعز، لم تثبت حتى الآن صدق نواياها رغم الضغوطات التي حدثت للحكومة الشرعية بأن تقوم بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لصالح الحوثيين، لكن ما يحدث اليوم أن مدينة تعز هي خارج هذه الهدنة الأممية التي يرعاها هانز. مشتي وصل لابناء أهلي وأقربائي وأصدقائي، لكن مشكلة الحصار، قضية الحصار هي اللي حرمتنا من الوصول إلى أهلي. كنا نأمل بالهدنة أو بفك الحصار رفع وفتح الطرق الرئيسية، لكن خيبت آمالنا، فشل هذه المفاوضات خيبت آمالنا.